السلام عليكم، مرحبا بكم في كورديزات.com وفي تمارين اللغة العربية. اليوم عندنا تمارين حول درس إعراب إذا، حينئذ، وإذا. بعد ما شفنا الدرس شفنا بأنهم لهم عدة أنواع وعدة إعرابات. اليوم راح نطبقه بأمثلة. إذا المثال الأول، عندما نقول خرجت من المنزل فإذا المطر، كنت خارج من المنزل فإذا المطر يحدث فجأة. فإذا هنا عندها معنى فجائي، فهي حرف فجائي، وقلنا إذا كانت حرفية سواء تفسيرية فجائية فإنها لا محل لها من الإعراب، ونعربها حرفاً فجائياً مبنياً على السكون لا محل له من الإعراب. المثال الثاني، استنصح التلميذ معلمه إذا طلب منه النصيحة. إذا التلميذ استنصح معلمه، أي طلب منه النصيحة. في الجملة الثانية جاءت تفسيري الجملة الأولى، استخدمنا إذا، فإذا هنا حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب أيضا. المثال الموالي، إذا والله لا أخالف رأيك. قلنا بإذا هي حرف جواب، وقد تكون عاملة، قد تنصب إذا ما جاء بعدها فعل مضارع فيه معنى المستقبل ولا يفصل بينهما شيء عدا القسم. فهنا القسم لا يبطل عمل إذا، فنعربها إذا حرف نصب وجواب واستقبال، تدل على المستقبل، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأخالف فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الموالي، إذا ما قلنا فرحنا كثيرا إذ نجحنا بتفوق. لماذا فرحنا كثيرا؟ لأننا نجحنا بتفوق، فنحن إذا نعلل سبب فرحنا. فإذ هنا جاءت حرف تعليل لا محل له من الإعراب كذلك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر في الكتاب من؟ اذكر مريم. إذ انتبذت، سنذكر مريم حين انتبذت. فإذ هنا جاءت بدلا عن مريم، ومريم هي المفعول به هنا، فنعربها ظرف لما مضى من الزمن مبني في محل نصب بدل من مريم التي جاءت مفعولا به في هذه الجملة. المثال الموالي آية أخرى، قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون، فحين قلنا بأن إذ قد ترتبط بحين، بوقت، بساعة، وهي ماذا؟ هي ظروف زمان، فحين نعربها مفعول فيه منصوب أو ظرف زمان منصوب، وإذ ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بتنوين العوض في محل جر مضاف إليه. حين، وقت، ساعة، أو أي ظرف تتصل به فهو مفعول به منصوب، وهي أو إذ تأتي في محل جر مضاف إليه. ضمام هذه كانت واضحة فيك. الآن مثال آخر، إذا تفلح بإذن الله تفلح فعل مضارع وفيه معنى المستقبل ولا يفصله عن إذا شيء، فهي إذا عاملة وهي حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في مثالنا الآخر، إذا المعلم كان حاضرا أتيت. إذا تدخل على جملة الفعلية، لكن هنا ماذا نرى بعدها؟ نرى اسما المعلم، فهذا يعني أنه كان هناك فعل لكنه محذوف، والفعل هنا هو الفعل الناقص كان. تقدير الكلام إذا كان المعلم كان حاضرا، فإذا ما كانت في جملة مثل هذه تعرب ماذا؟ تعرب في محل رفع اسم كان، وهو مضاف، ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل رفع اسم كان وهو مضاف، والجملة التي بعده دائما بعد المضاف يأتي المضاف إليه، الجملة الإسمية المعلم كان حاضرا في محل جر مضاف إليه. الآن المثال الأخير، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وتقدير الكلام، وإذا أنشبت المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالفعل هنا محذوف يفسره الموجود، ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف، والجملة التي بعده المنية أنشبت أظفارها في محل جر مضاف. إذن كانت هذه أمثلة إعرابية عن إذا، إذ، حينئذ، وإذا. أشكركم على المتابعة، أتمنى أن الدرس واضح لأنه درس مهم جدا في البكالوريا. تأتي عدة أسئلة عن إعراب إذا أو الجمل التي بعدها في الاختبارات، أي أسئلة ما زالت أو أشياء مبهمة، لا تترددوا بطرحها، وبالتوفيق والنجاح دائما.